جيتوا الدنيا في عبد القادر البركة بكم إن شاء الله اللي عمر ولا أدخلت حضوركم مع المجاهدين، وهذا هو التنسيق اللي كان ما بين المدارس القرآنية والزوايا اللي كانوا أول خطين في الثورة التحريرية خرجوا من هذه المدارس ومن هذه الزوايا. بارك فيكم إن شاء الله، الله يعطيكم الصحة والبركة في وليلته والخلود لشؤون البرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.